سلام، قبل ما نبدا الفلوغ حبيت نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كامل لي فلوغ ديالي. اليوم رانا رايحين نتوجهوا الى غرب الجزائر، بالتحديد الى ولاية مستغانم. بعد رحلة دامت 4.5 سوايع، رايحة نديكم تكتشفوا معايا وين تتلاقى الصحراء مع البحر. رمال ذهبية وشاطئ نيلي. اليوم راني في شمال الشرقي من ميناء مستغانم، بالتحديد بلدية عبد الملك رمضان. هذا الشاطئ يسمى بكاب ايفي، من اجمل الشواطئ في منطقة الغرب الجزائري، جاي بين لو سونتر توريستيك زينا بيتش و لو فار كاب ايفي. الطول ديالو يبلغ 3500 متر والعمق تاعو 100 متر. الشاطئ هذا ماشي غارق، يعني مام صغار يقدروا يعوموا فيه، والمياه تاعو بزاف نظيفه، وكاين مام وين تلعبوا لو فولي. وبيان سور رحت باش ناخذ لكم صور، وفجاه نادت زوبه عرمليه كيما راكو تشوفوا، حسيت لحمي تقطع على خاطر كانت الرياح قويه والرمل كان يسقل الوجه. هكذاك وقدرت نصور لكم المنظر على خاطر على بالي بلي راه يعجبكم. كاب ايفي لو بوين ايديال باش تقدروا تجوزوا نهار شباب في اجمل مساحه في مستغانم الملقبه بلا بوتي سوفاج، مع العائله ديالكم ولا اصحابكم. ما لا انا نخليكم تشوفوا بقيه الفيديو. وقبل هذا حبيت نقول لكم بلي عندنا في الجزائر شواطئ باراديزياك، ونتمنى انه كل واحد فينا يحافظ عليها وعلى نقاوتها، وكل واحد فينا يرفد القمامة كيكمل الاستجمام ديالو هكذا، باش الشواطئ ديالنا تبقى دائما نظيفه باش كامل نستمتعوا بالقعده فيها. إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي ان تي جام سي غراتوي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.